من الصعوبة لكل سؤال. بمعنى ان لو في حاله ان في سؤال كل الطلاب اللي دخلوا الامتحان ما جابوهوش، في الحاله دي بيتم اتخاذ اجراء اخر يراعي صالح الطلاب. عشان كده احنا الهدف الرئيسي كان من البيان اللي اصدره الدكتور رضا حجازي النهارده هو طمانه الطلاب ان يعني حقهم في الاجتهاد والدرجات الخاصه بهم في الامتحانات محفوظه، وان اي طالب له حق في الاجابه هياخد حقه تماما. ولكن خلينا اكد لحضرتك يا احمد ان لازم يكون التقييم واضح، وفي فرق ما بين الطالب المتميز والطالب المستوى متوسط والطالب المستوى بسيط، وده اللي بتاكد عليه مرارا وتكرارا تحت مسمى تحقيق العداله وتكافؤ الفرص. يمكن الدكتور رضا حجازي اكد على الكلام ده مرارا وتكرارا سواء في المؤتمرات الصحفيه او تصريحات في مختلف الفعاليات. نعم. طيب هل استاذ شادي بصراحه، لانه هل الطلبه عندهم حق النهارده في هذه الشكوى؟ ان واضح الشكوى اتكررت، يعني مش في منطقه واحده، لا واضح انه المساله كان فيه صعوبه، بالتالي شكوى الناس كانت النهارده بتعيط، طلبه وحتى اسرهم كمان، يعني حاله النهارده حاله غضب اول مره اشوفها من بدايه امتحانات الثانويه العامه. هو انا زي ما شرحت لحضرتك استاذ احمد، ده هو يعني بمجرد ان الشكاوى وردت للوزاره والرصد اللي تم ليه الشكاوى المتعلقه بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، فتم اتخاذ الاجراءات اللي انا سردتها لحضرتك، وهي بتتم بشكل متدرج. يعني هي اللجنه من 10 خبراء بعد ما بتخلص النتيجه اللي بتخرج بيها او اعتماد النتيجه اللي بتخرج بيها من مراجعه دقه صياغه الاسئله ونموذج الاجابه، بيبدا اعمال التقدير الخاصه بالامتحان. وده بالمناسبه بيتم في كل ماده، يعني كل ماده بيتم فيها كده عشان يبقى في تاكيد تام على ان ورقه الاسئله سليمه تماما، صياغه لغويه وصياغه علميه، وان الاجابات الموجوده او اجابه كل سؤال ما يبقاش في الاختيارات اكثر من اجابه محتمله للسؤال. ودي نقطه مهمه جدا جدا بناكد عليها. وبعد كده بتبدا اعمال التقدير اللي هي التصحيح الالكتروني، واللي بيتم وقتها التحديد بقى اذا كانت حاله معامله الصعوبه الخاصه بكل سؤال. لو في حاله ان في سؤال كل الطلاب ما جاوبوش عليه، يعني اذا معامله الصعوبه لكل سؤال اثبت ان كل الطلاب ما جاوبوش على سؤال محدد، في الحاله دي بيتم اتخاذ اجراء يراعي طبعا صلاح الطلاب في الاول وفي الاخر. هل هيتم توزيع درجات على الاجابات اللي هي الصحيحه واستبعاد هذا السؤال اللي هو لو حصل اجماع على انه هو ده السؤال الاصعب في ماده الكيمياء النهارده؟ لو في سؤال بعمل الصعوبه بتاعه اكد ان كل الطلاب لم يقوموا بالاجابه عليه، اكيد يعني باكد لحضرتك ان في اجراء مناسبه هيتم، من او يمكن اجراءات مناسبه هتتم، من بينها اجراء توزيع مثلا درجات السؤال على سبيل المثال. لا استاذ شادي، مين الاسئله؟ يعني احنا بنتكلم دايما على خبراء، والخبراء هل، وانا اسف يعني طبعا احنا نقدر الجميع، ولكن بعض الساده المشاهدين من طلابنا بيبعتوا لي وحضرتك بتتكلم على انه في بعض الاسئله فيها فزلكه شويه، دقه هذا الكلام ايه؟ بص استاذ احمد، يعني احنا طبعا رصدنا يعني كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، والحقيقه ان في الحالات اللي بيبقى فيها شكاوى من صعوبه الامتحانات وخاصه في موسم امتحانات الثانويه العامه، حضرتك بتبقى عارف ان كم الشائعات بيبقى كتير جدا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. فاحنا ما بننطقش ورا ده، ولكن احنا في نفس الوقت بنركز على الواقع وبنحاول ان احنا نتفاعل فعلا مع الراي العام ونرد بكل شفافيه وبصراحه. وزي ما حصل النهارده ان احنا اكدنا ان على تشكيل لجنه، وان هنشوف التصحيح الالكتروني هيوصل لايه بالنسبه للحل الخاص بالاسئله او معامله الصعوبه الخاصه بالاسئله. يعني اي خطوه بتتم الوزاره بتعلنها بشفافيه، لان الدكتور رضا حجازي حريص على ده، وحريص كمان على تحقيق مبدا العداله وتكافؤ الفرص ما بين الطلاب، وده امر اكد عليه كتير جدا. هل بصراحه اللي حصل الامتحان اتسرب قبل بدء الامتحانات النهارده؟ لا طبعا استاذ احمد، لا مفيش اي تسريب تم منذ بدايه الامتحانات، ومعنى كلمه تسريب ان هو خرج قبل الامتحان، وهذا لم يحدث اطلاقا. لكن امال ايه اللي خبر اتقبض على طالب النهارده مش عارف صور ايه ولا عمل ايه؟ لا، ده اسمه غش الكتروني. الغش الالكتروني هي محاوله الطالب ان هو يطلع هاتف محمول كان مثلا نجح ان هو يقدر يدخل بيه اللجنه، وتم ضبطه جوه اللجنه وهو بيحاول مثلا تصوير جزء من الاسئله او حاجه في ورقه الامتحان، وبمجرد ما بيتم ضبطه طبعا بيتم التحفظ على الهاتف المحمول واتخاذ الاجراءات القانونيه الخاصه بالغش طبعا، واللي هي قد تصل الحرمان من الامتحانات لمده عامين. يعني
لا الواقع الغش دي ما حصلتش ولا حصلت منذ بعد الامتحان النهارده؟ احنا النهارده كان تقرير غرفه العمليات اعلنا عنه ان تم رصد 5 حالات غش الكتروني، 3 في الكيمياء و2 في ماده الجغرافيا، وتم ضبطهم وطبعا التحافظ على الهاتف المحمول واتخاذ الاجراءات القانونيه. طيب الغش ده عقوبته ايه بالنسبه بعد القوانين اللي اتعملت لمواجهه الغش في الامتحانات؟ عقوبته ايه؟ حرمان من الامتحانات او قد تصل لاقصى عقوبه لحرمان الامتحانات لمده عامين. عامين. نعم. سيادة الوزير النهارده كان في السويس مش كده؟ النهارده طبعا كان في زياره مفاجاه يعني غير مرتبه طبعا للسويس لتفاقم سير الامتحانات، وان الدكتور رضا حجازي حرص على ان هو بمجرد وصوله لمحافظه السويس ان هو يتابع اخر المستجدات في غرفه العمليات المركزيه من داخل مديريه التعليم التربيه والتعليم في المحافظه، وبعدها مباشره قام بتفقد لجان في مدرستين واتكلم على الطلاب وسالهم على الامتحان وهل قالوا في له اي ايه؟ هل شكاوى. اشتكوا ولا لا للوزير؟ ما اشتكوش. لا ما اشتكوش؟ لا يعني ايه؟ يعني في مدارس اخرى، لكن الوزير ما حدش قال له الامتحانات صعبه يعني. لا داخل اللجان دخل سياده الوزير كان حريص ان هو يسالهم طبعا على الـ يعني هل في اي اسئله واستفسارات متعلقه بصعوبه الامتحانات او حاجه، ولكن طبعا يعني ما كانش في اي سؤال او اي شكوى من الطلاب داخل اللجان عن الموضوع ده.